اخر فيديو ديال 2021، وجيت نطلع حباباتي واخواتاتي وصحاباتي وجميع المتتبعين ديالي. كنقول لكم كلكم سنه سعيده، تدخل عليكم الصحه والسلامه وطول العمر. وباش ما تمنيتو يا البنات، حنا كنحتفلوا بحال الغر، حنا الناس كنحتفلوا غير بالعام الجديد، السنه الجديده كنستقبلوها بالحلوه والضحك وبين عليه عليه لويا عليه شرفة وبيه لصقة. والله ما نخمم وانا رزقي طب ربيها حي، عيطنا على السر بنهاية، تو توالي بليتني اخلي مولاي الطاهر انت والي. والله ما نخمم وانا رزقي طب نور بها حي، عيطنا على السر بنهاية، توت اللي بليتني اخلي مولاي الطاهر انت حضر. البنات كي دايرين، لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى يا ربي كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اليوم راس العام وجيت ضروري ما نشارك معكم هذا الفيديو، اخر فيديو ديال 2021، وجيت نطلع حباباتي واخواتاتي وصحاباتي وجميع المتتبعين ديالي. كنقول لكم كلكم سنه سعيده، تدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر. وباش ما تمنيتو يا ربي، واللي مريض الله يشافيه، واللي كتمنى شي حاجه في القلب ديالها يا ربي تسهل عليها. اليوم حبوباتي صراحه انا راني مريضه وما تشكيت عليكم، وضروري قال لي راجلي ضروري يلاه يخرج يدرفق غير البرد شويه، المهم ربنا تبدلي الجوف وتك الحال. وخرجت البنات، المهم مشيت لكاليفور كيف شفتو، خديت غير شي حاجه قليله، مصالحه شي حاجه قليله هكا خديتها، وشي حاجه لولدي حتى هو منسترينا وشي تخربيقات. دابا راجلي مشى عند الجزار، راجلي باغي رفيصه الحرشه صراحه. دابا نشاركها معكم البنات، انا مريضه نقدر نديرها ان شاء الله نهار اخر. المهم قلت لي سير جيب غير شي دجاجه بلديه وسبيده صافي، وغادي نشوف غادي نضموندي غير على بيتزا العشاء، ونشوف صراحه بغيت نضموندي على الحلوى من عند بيتسيريا الساعه 6. عامره قالت لي ما نقدرش نصايب لكم، غادي نمشي لي بيركوبيلا صت شي حلوى، ما صتش ماشي مشكل، المهم هو الواحد ينشاط ويضحك مع العائله ديالو. يلا خليكم معنا. هنا الغزالات كنت غادا لي بيركوب، دزت محدا الشينوية بانت ليا خاوية، قلت زكاز كندخل بعدا ندير نتهلا شوية فراسي نقاد حجباني. شكون بحالي البنات، واخا مريضة ومهمومة وحالتا حالة، ضروري نخلق السعادة لراسي. المهم كيف شتا البنات، صايبت عندا حجباني قادتهم، هي صالحة يدا زوينة مكضر ما والو، صافي غنقاد عندا حجباني وغنطرق لي بيركوب ونتلاقى معاكم في الدار ان شاء الله، خليكم معايا. المهم البنات، طرقت لي بيركوب صبت وسد، كتعني ما خديت لا حلوه لا حتى شي حاجه، وانا كل عام ضروري ناخذ الحلوه. ماشي البنات، حنا كنحتفلوا بحال القور، حنا البنات كنحتفلوا غير بالعام الجديد، السنه الجديده كنستقبلوها بالحلوه وبالضحك وبنجمعوا نضحكوا ونشطوا هادشي اللي كاين البنات. ولكن هاد العام الصراحه كنت مريضه هذيك الايام، ماشي غير انا مريضه، انا راجلي ولادي كلنا طايحين للارض، ما ضمنتش على الحلوه حتى لاخر نهار. اليوم عاد هضرت مع السيده اللي كتصيب الحلوه صاحبتي، طاليانيه ماشي نقول لكم مغربيه، غير ديما كنتقدم عندها صافي، ولات انا وياها علاقه عندي الواتساب ديالها وكلشي تنتسامع انا وياها. المهم قلت لها تصيب لي الحلوه، قالت لي عامره، قالت لي هكا ما نقدرش، قالت لي ما نقولش لك نصيب لك وما نصيبش لك.
صافي مشيت لكاليفور ما صدتش فيه الحلوى، بدينا جايه نترك الجزار خديت من عنده الدقيق، وكيف قلت لكم الراجل اللي باغا الرفيسه الحرشه باغا نصيب عليه، كنت باغا نصيب عليه اليوم في راس العام ولكن مريضه ما قدرتش، وليداتي باغين بيتزا. المهم راك عارفين الدراري الصغار تيسبقوا راجل، قدرت الغدا ولا بعدو نصيبه ان شاء الله، ودابا نتلاقى معكم. المهم خديت مع الكزاك اللي خاصني كيف قلت لكم، تركت لي بيركوب صبت حتى هو سد اليوم مع الفيستا تقريبا كلشي سد بكري اليوم. انا ما عندي لا حلوى حتى حاجه في الدار، ولكن البنات ما خرجتش وليداتي بلاش، ما خرج ضروري ضروري نصيق وليداتي الحلوى، راه البنات جات بالزربه صافي الوقت دار دوموندينا على البيتزا حتى ل 10 عاد غيجيبوها لنا حتى للدار. مهم صيفط بالزربه صيفط تيراميسو، صيفط واحد الحلوه اللي ساهله البنات، تيراميسو والحلوه الدوليه نص ساعه، نص ساعه للدوليه جاتني شان طط طط. المهم زربت عليهم صيفطهم حطيتهم دابا في الثلاجه يبردوا، غادي نشاركهم معكم والطريقه سهله 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 البنات. المهم دابا هنا غنوريكم. المهم كثير خديت من الكاليفور، المهم كثير ديال الجزار، المهم اتاي خدا ليا دجاجه بلا ما غادي نجيب لكم عارفين، وخدا ليا هاد الدقيق هذا البنات، هذا غزال البنات هذا كامل بنو خالته وكل شيء لي هما فين ناخذو السوبر ماركت، لكن اول مره كيجيبو ليا معندي بزاف. لي بي كاليفور خديت منو مينيسترينا لولدي، خديت منو هاد البسكوت حتى هو، خديت منو هاد العصير هذا لولدي تا هو ديال الويد، خديت منو هاد طالق هاد البودر هذا ديال كيكو هذا زوين البنات واعر واعر هذا، ومن عند الوليدات الصغار، وخديت من عندو هاد بسكوت هذا بحال فلو هو ديال البسكوت ديال الحليب، خديت الحوت باش كنطيب ليه هكا، هذا حتى هو حوت، خديت لي ديال هذا شنو سميتو اوراطه، خديت لي اوراطه وهذا واحد اخر صافي، وخديت ليه خديت لي فرماج، هادشي اللي خديت من كاليفو. المهم بزاف خديت عند السكر ديال المغرب، وخديت هاد السطال هذا البنات هذا زوين، هذا في هاد الشاف ديالو عنده هذا هنا مضوبل حتى كيعصر مزيان، بغيت نقرب لكم كيفاش داير، عرفتي زوين البنات هذا في هذا وفي هذا وفي الجفاف دار 14 اورو 99 تقريبا 15 اورو، هذا زوين البنات في الكاليفو. وخديت هادي البنات هادي انا عند العصا ديالها هادي البنات، عرفتي الخمله ما كتخليهاش فنه البنات، هادي هادي فين ما خشيتيها عرفتي كتجمع لك الخمله فين ما كان. دابا نشاركها معكم كيفاش كنستعملها، كانت 3 ليا دابا خديت هادي، راه تبارك الله عرفتي شحال تاع البنات، راه فيها 96 فيها 96 وحده، ولكن خاص تكون عندكم هاد العصيه هادي، هادي ضروري تكون ما كانش ما فهمتي ما كتحلش، هادي عند اللعيبات فين كتوحل فيها 96 وحده، هادي البنات دايره يمكن شي 9 اورو 95 بحال هكا اللي دايره صافي. وخديت 11 انا البنات باش كنصب الحوايج ديما 11 ولا 11 ولا ديكسان، هادو هما افضل حاجه عندي اللي كنصب بها، علاش كيخرجوا الحوايج مزيان و تيخليو فيهم الريحه فنيونه، 11 وديكسان او عن ليكويدو عندي انا، اما بحال هكا تيد حبوب داك التخربيق ما كناخذوش، اول حاجه كيخرج عند ماكين الصابون، ثاني حاجه الا صبنتي به الحوايج كحلين كيبقاو متي يديروا متي تصبنوا داكشي كينشفوا كيبقاو فيهم تراساج هكا بيض ديال التيد فهمتوا، هذا ديال ليكويدو واعر 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 واعر، خذوا على حساب يا البنات وغادي تشكروني عليه ديما، ليكويدو لا عندي ماكين الصابون ليكويدو راه حسب داك التيد ديال الباكيه صافي. هادشي اللي خديت من عند الجزار، المهم خليكم معايا غادي نشارك معكم الحلوى ولقطات من راس العام وخالد بنات العام اول عام حنا مرات، المهم غادي نحتفلوا ونحاولوا نفرحوا وليداتنا ودرت داك الحلوات تخفيف ظراف، المهم خليكم معايا. وهنا الغزالات البيتزا وصلات، دومونديت لها مع عند المصري عنده بيتزا غزاله كل واحد خدا شبغا البنات، الشينا اونتني جال الكوزينه البنات عندي فيها واحد الفوضى، صراحه كنت قاليه الحوت الغدا الفريت صيبت الحلوه عندي فوضى ديال المعان، قلت والو واش يدخل عليا العام الجديد وانا عندي دروينه صافي، انت البنات غسلت المعان حطيت مكيت تقطرو ومسحت الفران مسحت البوطاجي جليت كلشي الدنيا مسحتها، خليت المهم الكوزينه مقيه البنات كتشعل صافي، وهزيت الحليوه صافي ديتها فوق الطابله حطيتها، صراحه البنات مور فنخرج للتشينترو ونشوف الاجواء الناطاليه هاد العام مع مريضه وليداتي مرض ما خرجتهمش، غنخليكم الاجواء ديال الناطالي غير الطاليين حدايا خلقي الاجواء زوينه. I
عينيه عينيه لويا عينيه شرقا وبيه لاصقا والله ما نخمم وانا رزقي طب ربي ها حي عيطنا على السر بنهايا تو توالي بليتني اخالي مولاي الطاهر انت والي والله ما نخمم وانا رزقي ضمنو ربي ها حي عيطنا على السر بنهايا توت اللي بليتني اخالي مولاي الطاهر انت حضر تحضر